السلام عليكم. نرجع تاني بنتكلم على properties of E star of S. ال E star of S is a periodic in S with the period J of omega S. وعندي هذه بتمثل يعني E star of S بتساوي S plus J omega M في omega S اللي عندي اللي بتساوي E star of S. يعني بعبارة تانية أنا بدي أطلع عليها الإشارة على إيش معنى periodic. معناته بدل ما أنا أمشي straight line يعني بتمر الإشارة عندي، لو أنا بدي أقطع مثلا 5 كيلو بمشي المسافة 5 كيلو في اتجاه واحد. الآن periodic بدل ما أمشيها في اتجاه واحد بيبقى عندي زي دوار وبلف حول الدوار هذا. حول الدوار معناته أنا بقدر أقطع المسافة هاي بعدد دورات الدوار. يعني لو الدوار مثلا زي ملعب كرة القدم مثلا، اللفة تبعته تقريبا بتساوي 400 متر. فأنا لما بلف في الملعب بدي أقطع مثلا 5 كيلو، أو خلينا نقول 4 كيلو عشان تضبط الأرقام تبعنا. لما بدي أقطع 4 كيلو يعني بدي ألف في الملعب 10 لفات. الآن لو في عندي واحد قاعد على قرنة الملعب، في ال10 لفات كل مرة بلف عليه مرة، يعني بشوفه مرة. بينما لو أنا ماشي في اتجاه واحد هذا حشوفه مرة واحدة، بينما هناك شفته كام؟ 10 مرات. الآن لو سألت أي واحد مش منتبه يعني كام لفة أنا لفيت، ما حدش حيعرف، أو أنا وين وصلت في المسافة ما حدش بيعرف. وهذه مشكلة الديجيتال فريكونسي. في الديجيتال فريكونسي في شوية هاي بتبينش عندي الهاي فريكونسي من اللو فريكونسي احيانا، وبتسبب لي احدى الاشكاليات. هذا كيف احنا بنفرجيكم انها كيف الاشاره بريادك، وحنفرجيكم اياها كمان شويه في حكايه بالرسومات عشان تشوفوها بشكل او اوضح في هذا المجال. الان شانن سامبلينج ثيرم هذه حاجه سهله ولازم الكل يعرف ايش بتقول عندي. عشان ما يحصلش عندي انا اقدر اعمل ريكونستراكشن للسيجنال، السامبلينج فريكوانسي must be at least twice the highest frequency في السيستم. يعني لو الهايست فريكوانسي عندي بتساوي 10 هرتز، السامبلينج فريكوانسي بدها تساوي قديش؟ twice 10 هرتز، يعني 20 هرتز او اعلى. عاده في الكنترول بناخذ من 5 ل 40 الهايست فريكوانسي. فهذا بخليني ايش؟ اقدر اعمل ريكونستراكشن للسيجنال بدون اي مشاكل. هاي عندي السيجنال الموجود. هاي يعني طالما السيجنال اللي عندي السامبلينج فريكوانسي توايس الهايست فريكوانسي، وانا هاي هذه المنطقه بتتكرر وفيش اشارات داخله على بعض، طلع عندي هان ايش اللي حصل؟ الفريكوانسي الان داخلين على بعض. الان لو انا في هذه المنطقه بقدرش اعرف هذه الاشاره جاي من الجزء هذا او الجزء هذا. هذا التداخل بيعمل لي شويه لبس. يمكن احنا كثير لو طلعنا احيانا في السياره على سياره ماشيه بعض الاحيان بتشوف العجل بيرجع بلف لورا. هذه لانه الهاي فريكوانسي مبينه عندي كلور فريكوانسي. السبب في هذه في حاجه بسموها الاليسنج، وهذه ظاهرة الاليسنج لأنه أنا في السامبلينج فريكوانسي ما راعيتش الكريتيريا اللي حكيت عنها قبل شوية، اللي هي السامبلينج فريكوانسي must be أقل شيء twice the highest frequency في السيستم. الآن الداتا ريكونستراكشن أنا حكيت الحين عليها إنه لازم يكون عندي الهايست فريكوانسي عشان أقدر أعمل ريكونستراكشن للسيجنال. الآن باستخدام تايلر سيريس بقدر اقول الاي اوف تي الايرور اللي عندي اللي هذا بيصير له سامبلينج ايش بيساوي؟ بيساوي اول واحد هذه الترم الثاني اللي هو باخذه في الدريفيتيف وبضربه فيها، الترم الثاني الثالث باخذ دبل دريفيتيف، الرابع تريبل دريفيتيف، وهكذا الحديث ما وصلها. هذا بسميه الزيرو اوردر تيرم، هذا الفيرست اوردر تيرم، هذا السكند اوردر تيرم، وهكذا. الان احنا في تعبير عندنا في الريكونستراكشن بسميه الزيرو اوردر هولد. الزيرو اوردر هولد انا اخذت الترم الاولاني فقط وقلت اي اوف ان اوف تي بدي يساوي تقريبا اي اوف ان تي. طالما عندي ايش انا بتوين التي تبعتي هذه بتوين ان اوف تي وان بلس واحد اوف تي،
وهذه زي ما حكيت الـ first order hold وهذه الـ second order hold. ففي كتابنا احنا بنشتغل على الـ zero order hold اللي هو الترم الأولاني اللي عندي، وهذا بياخد تقريبا فوق 65-67% من الإشارة صح، وهذا بشغلنا كافي في شغل الكنترول وبعطيني أجوبة دقيقة في هذا المجال. وهي التعريف تبعه، هذا إيش اللي إيش معنى Zero Order Hold؟ Zero Order Hold يعني بثبت الإشارة هان، مثلا الإشارة عندي هان واحد، بين السامبلينج تايم هذا والنكس سامبلينج تايم بثبتها، بصير الإشارة بنسميها Piecewise Constant، يعني إيش بتثبت على نفس القيمة، وهذا اللي بحصل فيها. فبمثلها بهان اي اوف 0 ايش بدها تصير في هذه الحاله، يو اوف تي ماينس يو اوف تي ماينس تي، يعني اعطتني الجزئيه هذه. لما اروح للاس دومين بتعطيني هاي، ولما نوحد المقام ايش هاي بتصير، اللي هي ترانسفر فانكشن للزيرو اوردر هولد 1 ماينس اي تو ذا ماينس تي اس على اس اللي بنشوفها هنا. كويس. الان هذه لو بدي اروح للفريكوينسي دومين، هذه عبارة عن sync function. لما أجي أطلع عليها مهانة بدي أعوض عنها وأفصل الماجنتيود والفيز عن بعض، ولما أفصله بتعطيني هذه جزئية الماجنتيود وهذه جزئية الفيز. هاي الماجنتيود عندي هنا sync function، والفيز بيعطيني straight line بس بصير له shifting زي ما احنا بنلاحظها. هاي sync function، هاي المين لوب، هاي السايد لوبس اللي عندي، وهاي الفيز عندي. بتلاحظ انه لما الماجنتيود تاتش 0 دي بي لاين الفيز بصير له ايش، ريفرس او شيفت عندي. هاي هنا جاي من 0 بروح لايش، لماينس باي، وماينس باي وباي هي نفسها، يعني من 0 لباي بروح، وبعد هيك بصير له ايش شيفت، او هذه منطقه الديسكونتينيو اللي عندي. هذا الشكل تبعه السينك فانكشن، هي شكلها شكل اللو باس فلتر اذا بدك تطلع فيها. هاي الاشاره الاصليه اللي عندي، لو عندي كوساين فانكشن عباره عن كوساين اوميجا تي، هاي عندي هنا اوميجا 1 تي الفانكشن في الفورير دومين. الان هاي الاي ستارت قلنا بتصير بريودك وبتتكرر كل سامبل، يعني سامبلينج فريكوانسي هاي 0 هاي ماينس اس، حتكرر ماينس 2 اس، وبتتكرر عند اوميجا في اس اوميجا 2 في اس، بتتكرر على الجنبين ها. الان لما ادخلها على السينك، السينك قلنا هو لو باس فلتر، الاشارات اللي بعيده هاي بصير لها ايش اتينويشن، وهذه بتضل زي ما هي الاشاره اللي في المين لوب الموجود عندي. هاي هاي شكل الإشارة الأصلية، وهاي شكل الإيش الريكونستركتد سيجنال، والريكونستركتد سيجنال بنشوف شكلها زي الاستير. هيك بنكون خلصنا تشابتر 3، وكمان شوي بندخل على تشابتر 4 لنكمل لكم الشغل. يعطيكم العافية.